تشجيع للتمويل الإسلامي، وهذا يعطي فرصة للبنوك وكذلك للمساهمين ولأصحاب الأموال، الأموال المكتنزين، اللي ربي سبحانه وتعالى قال الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الاكتناز حرام، نشريو به نوظفوه عن طريق البورصة، لازم ننشطوا البورصة، والجزائر لازم تكون البورصة نتاعنا احنا كذلك ناشطة مثل الدول اللي الاقتصاد تاعها يطلع عن طريق مساهمة المواطنين. أنا كمواطن باش نساهم، نساهم إذا عندي مال بدل ما نخليه في البيت نشري به سهم في البورصة، لما نشري به سهم في البورصة أنا نربح، ولكن اللي يقترض هذاك المال الشركة اللي تنشأ به نديروا الطرق، نوسعوا الطرق. احنا عندنا طريق واحد، طريق واحد يعني لازم يكون عندنا عدة طرق، لأن الطرق هي العصب تاع الدولة والعصب تاع المجتمع والعصب تاع الاقتصاد. لما تولي عندنا طرق، السكك الحديدية مثلا، كاين شركات تنشأ لأن هذه الأموال تساهم وتجعل الاقتصاد تاع المجتمع ينمو ويزيد، خير ما يبقى الأموال مكتنزة وماهيش موظفة. لازم نوظفوها إن شاء الله. هذا هو الهدف من تنشيط البورصة، والعمل تاع البورصة هذا عمل هام جدا، لأنه هو اللي يجمع الأموال تاع الناس الكل، تجمع في 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 في, في يعني في صناديق. هذه الصناديق تنفق تستثمر، يتمكن الإنسان اللي عنده مشروع استثمار، الشركة اللي بدأت صغيرة تكبر، والشركة اللي كبرت تتوسع، والشركة اللي توسعت تقدر تجيب أموال خارجية للاستثمار الخارجي.